أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا. ما بعرف منين بدي بلش، بقول السلام عليكم والبريد كتير كتير، ولكن رح أحاول قد ما بقدر. الرسائل اللي بتفرحني أكتر من غيرها لما بتجي من أطباء وعلماء ورجال دين وأصحاب دين وضمير. رح أبتدي بالأطباء. من حول العالم العربي عم تجي رسائل وبتقول نحن أطباء ونحن منحب نعالج بالطب الطبيعي هوليستيك ميديسن. من ألوف السنين عمر هالطب، هيدا حقيقة من عمر الطبيعة، وعم بيفكروا إنهم يعملوا مثل أمريكا وأوروبا واليابان والصين، كل العالم الحاضر للحقيقة، يكون عنا نقابات حول العالم العربي اللي اعترفت بالطب الطبيعي. أبو ظبي نشترك كلنا سوا، ليبيا، الكويت، السعودية، لبنان. ورح أقرأ بعض الرسائل، رح أقرأها بالعربي بس هي بالإنجليزي. أنا من ليبيا، عايش بطرابلس، طبيب غاينيكولوجيست، طبيب نسائي من سنة 87. أنا درست بإنجلترا، بيقول 5 سنين اختصاصي، ولكن ما بقدر لكم قديش كنت عندي مرض باكيت سيندرومز وغيرهم، ولكن هالأمراض راحت من جسمي بفضل الله هو الشافي، لأني تعرفت على رجل كبير بالعمر، شيخ صوفي يعني موحد، من قلب أفريقيا يلي بياكل أكل صحي، وقال لي شو لازم أعمل، وتبعت نتيجة هذا الأكل وكمان من حياتي الروحية، وكل العوارض اللي كانت عندي راحت، وتأكدت إنه لازم ننتبه لصحتنا، وشفت إنه مع الجسد لازم ننتبه إنه نحن عائلة وحدة حول الكرة الأرضية. هالطريقة كتبها بكابيتال لاترز هي اللي بتعالج الإنسان، نعرف إنه الإنسان جسد وفكر وروح. بتمنى إنه نلتقى. محمد بن علي، أكثر من طبيب اتصل فيي، مجدي بن علي، سوري، مجدي بن علي، إسماعيل السنوسي، محمد أبو غرين، 3 أطباء من ليبيا. ومحمد فكر بنقابة أطباء للعالم العربي نكون كلنا مشتركين فيها. دكتور إسماعيل السنوسي، نرحب بكم في الجماهيرية العظمى، ونحن نشكركم يا مريم على الخدمات والآراء الطبية الجليلة التي تقدمينها. على العلوم نتكرم بالاستضافة، إنه بدي أقراهم باللغة العربية اللي بقدر، من قبل الأطباء، عندهم مصح مع الأطباء الصينيين المتخصصين، يريدوا يجتمعوا يقابلوك مركز الطب الصيني حتى لو لبضع دقائق من وقتك. ولكن أنا تركت الأوتيل قبل ما أستلم هالرسالة، استلمها أخ لألي وجابها، التليفون 361-1144، تتصلوا بهالمركز، وفي تليفون تاني 361-1145، دكتور إسماعيل السنوسي. محمد أبو قرين حالياً لحوي بالمصر بالقاهرة، تعرفت عليه، ما بقدر لكم مش بس طبيب وضمير وأخلاق، خليني حب بلدي أكتر وأكتر. قديش برتاح لما نبلاقي شخص منه لبناني بحب لبنان. قال لي اللبناني، كل لبنان فيه هو شفا، كل شبر من لبنان. خبرني قصص صغيرة، قلت له شي نهار بدنا نرجع نلتقى سوا ببيروت. خبرني راح على مطعم بالحمرة وقال لهم جاي أكل من عندكم أكل وخضرة، ومرة طبخت على إيده طابخة بيت هو كأنه المطعم. وبعدين قال لي شبعت من الخضرة وحسيت إنه كان لازم أطلب شيء. قال له زيد هالسمكة وأنا ما بدي إياها، بس تحس إنه الفاتورة أكبر. جابوا له قهوة وشاي وزهورات وحلويات وما قبلوا ياخدوا. قالوا له لا، كيف بدنا نزيد عليه؟ اللي أكلتهم بناخده، وهودي هدية من أهل البيت. راح مطرح تاني ليشتري لمرته الشاربيت، قالوا له لا، منين؟ حطوا له كيس زيادة هدية وشالوا له خصم 50%، بس لأنه من ليبيا، لأنه ضيف بلبنان. هالأشياء هالأعمال بتفرحني كتير وخليني أتأكد لازم أنا أكون هيك ببلدي وببلدك. بحب كل هالأخبار الحلوة لأنه أوقات منوصل ليأس ومنقول عايشين ببلد
المعيشة غالية والضريبة عم ترتفع، وشو هالضربة الكبيرة يوم عن يوم وبدنا نهرب، بس واحد منكم يشجعنا ويشوف الأشياء الحلوة اللي نحنا ما منشوفها. دايما المراية بس تكون قريبة بتفرجينا كل الغلطات اللي بوجنا. انتو عن بعيد بتشوفوا الجمال بهالبلد، مثل ما أنا كل ما بزور بلد عربي بحسه شو حلو أجمل من بلدي. بده يكون في سر بهالدنيا، البذرة اللي بتوقع تحت أمها ما بتكبر تحت الشجرة، بتروح بعيد وساعتها بتلتفت بالشجرة وبتقول شو حلو الماما. وهي كل ما برجع لبنان ووصل على المطار يا الله بحس إنه شو حلو هالبلد. قال له خليك بعيد وبحبك كتير بعيد وسعيد، ولكن كل ما بنقرب بنشوف اشياء كتير حلوة، وإذا شفتها بنفسي بشوفها وين ما رحت. رح أخبركم عن طبيب يلي هو جميل القدسي، وبحب أشكرك يا جميل على كل هالآراء. وحتى لو الأطباء ما عم بتصدق حواليك، في كتير أطباء عم بتصدق بالأماكن البعيدة. بإرادة الله بيقول جميل القدسي، استضفني مرتين على هالتلفزيون، وأهلا وسهلا فيك كل ما بتجي، وهلأ عم بصير لك شهرة بهالمحبة اللي عم تعطيها في العالم العربي. طبيب بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالسعودية. بإرادة الله بيقول النجاح ورا النجاح، ولكن هالمرة مش بس سرطان وأمراض كلى وعدم غسيل كلى، بقى أنادر هورمونال بيشنت بالست سنين اللي عم تتعذب وتاخد دام هورمونز. ولما راحت زارت الطبيب تعجب الطبيب كيف صحيتي بهالسرعة. ولكن هيدي منا سر، الله أمرنا بأكل صحي والله أمرنا أنه نتكل عليه. ولو بتعرفي يا ماما مريم كيف صحيت، هالمريضة صحت بس على التليفون وعلى الإنترنت، أنا ما شفتها. عطيتها على الإنترنت ديتوكس سيستم، كيف تغسل جسمها من الداخل ومن الخارج مع اسم الله الشافي، وتوعى على صلاة الفجر. رح أحكي عن هالطاقة شو مهم الفجر. يلي عنده إحراج ما بيحب يصلي الصبح ولا شيء، الفجر بس نوعة. قال له قبل ما تشرق الشمس تشرق مع علم الطاقة. الصبح الطاقة بتبقى قوية، طاقة الشمس يعني السماء على الأرض مثل الطواف عكس عقارب الساعة، بتبقى قوية كتير، بتنزل على كل الجسم وبتنظف وبتسحب مني كل الأمراض اللي أنا بقدر سلمهم لله، سلمهم للسماء، سلمهم لله، سلمهم للمسيح، سلمهم لمين ما بدكم، لأمنا الأرض. الاستسلام هو بالفطرة عنا إياه، مثل الطفل بيقول للماما بوسيني يا ماما، بتبوسه بصح لأن سلم للماما. الصبح بتتوزع الأرزاق، قوة كتير مهمة. إذا فينا نقوم الفجر، بتقولوا ما بقدر قوم، رح خبركم كل فكرة منحطها براسنا قبل ما ننام. العلم اسمه NLP Neurolinguistic Program أو Subliminal Messages، رسائل بتفوت بالسبكونشس باللا وعي إلى الوعي. ما بدي حدا يوعيني، مريم نور بتوعي مريم نور بطلب من النور. هذا علم اليوم وعلم واسع كتير. فإذا بحط بفكري بدي أوعى ساعة خمسة، خمسة إلا ربع، خمسة إلا عشرة، مثل الأم بتوعى قبل ما طفلة يناديها بدها ترضعه، نوعى وكل الطاقة. هالفجر بتفجر فينا هالطاقات وبتشيل منا التلوث وبتوعينا وبتضل علينا 24 ساعة. وقت الفول مون البدر إذا بتقدروا نصوم 13 14 15، صيام شروق غروب، شروق غروب، صيام الكنيسة الأرثوذكسية أو الصيام الإسلامي أو البدو، هيدا الصيام حسب نظام الكون. وقت اللي بيكون بدر يعني حول الكرة الأرضية، بهالوقت الصيام البدر نقدر نتصل نحن بالأشخاص اللي بعاد عنا بهالثلاث أيام صيام. قبل ما ننام ما نكون أكلين، مش بس إنه ناكل كل الليل لأن إحنا صايمين، لا، نفطر وخلص. إذا فينا هالثلاث أيام ما ناكل مواد حيوانية أبدا حتى تقوى
طاقة الكرامات والمقامات اللي فينا، وخاصة مقام القلب هارت شاكرا. ساعتها أنت بلبنان أو أنت بالسعودية وابنك بأمريكا بتشوفيه وبيشوفك إذا هو كمان صام، وأنت بوضوح منه حلم، رؤية. ثلاثة أيام البدر ويكون نحن عنا قيام الفجر، بيصير في عنا هالرؤية، هالاتصال الداخلي، انترنت الداخلية، انترلايت. والكلمة الباسورد، اختاروا أي كلمة بتقولوها من 99 اسم، أو أنتوا تقولوا أي اسم وأي صفة. بتكون هالباسورد بينكم وبين الأولاد، بينكم وبين الناس البعاد، بينكم وبين الأحباب. مثل ما في انترنت خارجية، الأقوى كتير يلي عملها في الانترلايت الداخلية. فإذا منشكر هالأطباء ثلاثتون، مجدي بن علي، إسماعيل السنوسي، محمد أبو كريم من ليبيا، وكتار غيرهم، بس تقلكن لأنه تأثرت كتير بزيارتي لليبيا. بلد كتير جميلة، ومثل كل بلد وفيها كل شيء، كل بلد بتطعمي شعبه وبتطعمي أهله. ما رح أقرأ اسمك لأني ما سألتك، ولكن طبيبة رح أقرأ شو بتقول. أيتها الأم الرائعة، السلام عليك ورحمة من الله وبركاته. أكتب إليك من عمان الأردن، وقلبي يمتلئ بالدهشة، وسمعي يطفح بالرضا، وبصري يمتد إلى ما وراء كل ما في كتب الطب التي درسنا والتي لم تغرس فينا من الروحانيات شيئا، وحملنا شهاداتنا. ماذا أقول؟ صخرة على قلوبنا، أم جمرة في أيدينا، أم حيرة في عقولنا؟ لم نتعلم يا مريم إن الاختصاص family medicine، نقرأ الإنسان. وحين حملت شهادة في الطب الأسرة اكتشفت أنني لم أقرأ إلا سطورا بلا حياة. حملت ألمي وتيقنت أني سوف أسأل يوما عن عمري وعن علمي. بماذا أفنينا يا مريم، يا من أحدثت زلزالا لداخلي، لأقرأ الرازي وابن سينا، وأنحني على جذوري، وأبحث عن الإنسان داخلي قبل أن أقرأه في الوجود. مع خالص تحياتي واحترامي لرجاء بتغيير موعد برنامجك إلى ما بعد الثالثة عصرا، تكرم عينك. وهيك صار البرنامج أنت بتسميه أمن وسلام، وتحياتي إلى كل العاملين في نيو تي في وفي هذا البرنامج. منك أول طبيبة، وكتار الأطباء العرب اللي عم بيوعوا ويرجعوا إلى الطب العربي القديم، إلى الطب الطبيعي، إلى الرازي. سنة 1100 ميلادية كان الطب العربي حول العالم. الرازي هو اللي دون، وما قبل الرازي سيدنا سلمان الفارسي بأمر من الرسول. اليابان والصين والهند وأمريكا وأوروبا أخذوا من علم الفرس الإيرانيين وقت اللي دونوا سلمان الفارسي. ولكن بيجي وقت الإنسان قد ما بيرتفع بيرجع مثل الموج بنهبط. نحن هلأ في قمة المسيرة حتى نرجع نرتفع، صرنا بأول خطوة، وكل الرحلة بأول خطوة. هلأ هو البرهان عند الأمة العربية، أمة الوسط، ترجع تقول إلى أقصى الشرق إلى الحكماء، وأقصى الغرب إلى العلماء، وتقول نحن أمة الوسط، فينا نغمر كل الكرة الأرضية، لأنه عنا الدين بالفطرة، وعنا الحكمة، وعنا العلم. فإذن هلأ وقت كل علماء العرب يهبوا جميعا ونقول شو فينا نعمل، شو الحل قبل ما نرحل. الرسائل كثيرة، ولكن أهم من كل الرسائل أقدر لكم لازم نتحد، لازم نتأكد إنه هالفرصة ما تضيع وما تكون تجارة. طالما في أطباء بكل بلد بالعالم العربي عندهم ضمير وعارفين إنه ما رح نشتغل مجانا، بدنا نعيش، ولكن ما تكون حرام العيش الحلال. كلنا منعرف إذا دخلنا فلس مثل فلس الأرملة بالحلال بيبرك بين إيدينا أكثر، وإذا أخذنا مال حرام كلنا منعرف كيف بيروح، ما في لزوم. قال له الحلال بيروح والحرام بيروح هو وصاحبه، حتى العلم اليوم عم بيأكدها، وذكرت أكثر من مرة نشوف فيلم
فلات لاينر. كل اللي عندنا أموال فيها كذبة، والكذب هو أصل كل الحرام. شو بتعمل فينا نحن وأحياء بالجسد، وبس نترك الجسد نحن وأحياء بالبرازخ. في رسالة كمان من أكثر من شخص، وبيناتهم ثلاث أطباء، أصيبوا بمرض سرطان البروستات. تسع أشخاص بيعطين رسالة حول الموضوع، ولكن الأطباء بيقولوا نحن بس غيرنا الأكل شفنا في فرق كتير. أولك السرطان بيصح بهالعلاج الطبيعي؟ لهالأطباء بقول شوفوا هالكتاب، هيدا طبيب مثلكم دكتور أنتوني ساتيلارو، أكل أكل لبناني أنا من اللي طبخه، متوازن، وهو رئيس مستشفيات الميثودست هوسبيتالز بأمريكا، ريكولد باي لايف أنتوني ساتيلارو. ما في مرض ما بيصح بالأكل الطبيعي المنتظم مع الله، أكيد ما ممكن. الله شو ما صبنا مرض هو بيشفينا، ولكن الله قال اعقل وتوكل، صوموا تصحوا، نحن قوم لنأكل حتى نجوع. كل واحد منا بيعرف. اليوم في ست صديقتي جابت لي هالرغيف الخبز، تذكرت وقت قال خذوا كله، هذا هو جسدي بخميري بلدية. أكيد بدكم تقولوا منه طري، منه بالوني براد، منه منفوخ بالبترول، كل نفايات البترول عم تنعمل خميرة شيفارو وعم تنحط بالطحين. هيدي خميرة بلدية، خميرة الغطاس، الماما حطتها بليلة القدر وكل السنة بتستعملها. ما البكتيريا والأنزيمات حوالينا بالجو بالهواء. طبعا لازم تكون شديدة، الماما بتقصهم ونعملهم توست إذا بدكم، وفيكم تعملون عربي. لازم نمضغ الأكل. أكتر شيء اللي عندهم خاصة سرطان لازم ناكل الخبز كامل أو ناكل بس قمح، ولازم نمضغ دخيلكم قد ما فيكم. المضغ اللي عنده سرطان مش أقل من 200 مرة. وزيلني عم بحكي عن السرطان، رح خبركم ليش حاطة فخار هون. قد ما فينا نشرب مي من البريق، حتى لو عم نشتري بالقنينة فضوا بالبريق. حطوا الرز، مش بس طبخ، موني إذا بدكم يلي عنده سرطان، حطوا بالفخار الأكل، لأنه بيعطي البي 12. هيدا شيء اكتشفه العلم، بس نحن ما بدنا بس نركض ورا العلم. البقرة منين جابت البي 12؟ ليش بدي أكل لحميتها؟ ما فيني أكل بقرة كاملة، بدي أكل أكل كامل، البقرة كاملة ما فيني. جابته من التراب، من الحشيش والشعير والقمح والخضرة اللي بتاكلها. نحن بناكل قمح وشعير ورز كامل. المضغ عنده مهم. الجمل شوف كيف عم يمضغ اليوم، من ريق الجمل عم بيساعدوا اللي عنده ايدز. نحن صار ريقنا اذا فحصناه ما في بتالين، ما في مواد وانزيمات اللي بتهضم، لانه زلع وبلع. نمضغ علكه، ممنوع العلكه، كأن عم ندور غساله ما فيها تياب، تفرز كل المواد. وين الاكل؟ وتصوروا شو بشع الانسان قاعد على الطريق. هذيك اليوم بالمجلس عنا شفته، مجلس النواب عم بيفرجوا، يلي عم بيحكي على التليفون، يلي نايم، يلي عم بيعليك، كل ما عم نعلق ما بقى عنا تركيز، ما في كونسنتريشن، ما بنسمع. وقت اللي بنفتحهم ما في سمع، شو ما عم بيحكوا ما عم بيسمعوا. نو وندر ليش ما بنتعجب انه ما في سمع بمجلس النواب، مش بس من العلكه، صرنا عم ناكل البلد يعني بلا هضم. anyway بيقول كثير تحسنت، واحد منهم من البروستات والجرثومه راحت، وصرت اكل كثير حبوب، حب يعني مش بقوليات، حب العصف يعني قمح منبت وقمح اخضر، الخضور تبع القمح مثل ما بيقول كمال جنبلاط وان ويجمور. ولكن اهم شيء شفت لما بمضغ هالاكل. واشكرك شكرا جزيلا، والاصحاب التلفزيون يلي بهالبرنامج، كلنا سوا والشكر لله.
مكتوب مهم كثير ومهضوم، بيقول إذا ما بتقري ما بسامحك يا مريم، مكتوب كثير طويل بس أنا رح أختصره. وقت اللي كنت بليبيا كثير من الناس شافوني على التلفزيون وحبوا إنه نلتقى، وأنا ما كان عندي مانع أبداً، بس ما بقدر قلكم قديش أنا بحس بإزعاج لما الناس بتوقفني على الطريق وبيقول لي عندي سكر وأمي عندها سرطان وباقي عندها هيك وشوفيني أعمل، ما بقدر قلكم. يعني بصير إذا بصير واحد ما عنده أخلاق هيدا أنا، وما عنده الصبر هيدا أنا، لأنه على الطريق مين بيقدر يعمل كبسة زر؟ وين وصلنا يا جماعة؟ بس هالجماعة مهضومين كانوا، بس بدهم يجوا اللي هو صاحبه تيشوفني. راح على الأوتيل، من الأوتيل صاروا يروحوا على المطار وما لقوا وما معهم مصاري، وقفوا سيارة والسيارة عم يسوقها واحد معاق، وقالوا بدنا نروح على المطار، نزلهم وعطاهم مصاري تيروحوا على المطار. يعني أخذت معهم مسافة بس تيشوفوني، وصلوا على المطار قالوا لهم طارت الطيارة. قال لي ما منسامحك ابدا، قدرنا نركض. اهلا وسهلا فيكم، تجوا على لبنان ونقعد نحن وياكم ساعات. قال لي اذكري اسمنا، بس وين بدي لاقي اسمك من هون؟ صديقي وليد، انا وليد عبد السلام الصقر، وصديقي وليد خالد المزداوي من سكان مدينه طرابلس المغرب الغرب. الله لا يسامحك يا مريم اذا ما بتذكري اسمائنا، لانه تعذبنا كثير حتى نوصل لعندك، نحن بنحب اسمنا ينذكر على النيو تي في. للحقيقة ما بقدر أخبركم، إذا بس بتجوا معي لما بطلع من البيت شو بيصير؟ بلبنان في شوية أقل، ولكن في العالم العربي من وقت ما بفوت على الطيارة لأرجع على الطيارة الناس بتفتكر كبسة زر بتقولها مريم نور بدنا نشفى. لا، بدنا نقرأ يا أمة، اقرأ لنقرأ. بس الكتب بالعربي صار في عربي وفي بكل اللغات، وما في لزوم تروحوا تدرسوا أي مطرح ولا عندي ولا عند أي حدا بكل العالم إذا بنعرف نقرأ كتاب. بتقولي لي اشتريتي كل كتب الماكروبيوتيك بالإنجليزي ومبين من الإيميل لغتك منيحة، وعم تسألي سؤالات. أرجوك كتاب واحد تقري ناتشرال هيلينج ثرو ماكروبيوتكس، ما في لزوم تسألوا ولا سؤال. شلنا الهرم من موقع مريم نور، شو عملتوا؟ حطيني على البراد، بس فينا نسألك سؤال؟ شلتوا الهرم حتى تطبقوه تنطبخ شو بيقول الهرم. بس ناكل حنطة كتير وأقل خضرة ورق وجذور، بقوليات أقل، فاكهة على جنب واحدة، والصبح نوع واحد من الفواكه، قليل من الألبان والأجبان واللحمة والسمك، قليل كتير مواد حيوانية. إذا ما عنا سرطان، إذا ما عنا مرض، وإذا عنا أي مرض نوقف المواد الحيوانية كلها حتى يصح العوارض، وجع الرأس، وجع الكلى، أي شيء، لأنه بجسمنا في كتير مواد حيوانية الصبح والظهر ومساء، في كتير سكر. خلينا ننظف الجسم، سيلف ديتوكس، تنظيف الجسم مش التضعيف. نحن عم ننظفه بينضف وبيضعف وبياخد الوزن والشكل. إذا طلعنا على الدرج ولهتنا يعني نحن مرضى. إذا بس نايم على المخدة ما في الدغري بنوم غميق أنا مريضة، وإذا نسيت أنا مريضة، إذا زعلت أنا مريضة، إذا ما عندي grateful-ness عرفان بالجميل 55% على 100 هذا هو المرض. استكبار، قلة العرفان، قلة التكريم، ومع أنه رحمة 55% وما تبقى على 45 درجة. فإذا كيف الصحة ما معناته ما عندي وجع، كيف الصحة معناته فكر وجسد وروح. خلينا نروح مع الإعلام.
زلنا بعدنا عم نحكي بالبريد. من أهم الرسائل وأكتر شي بتهمني لإلي كمان، وأنا هيك بقولكن سامحوني، كتير صعب علي أحكي مع شخص وعنده رائحة فم. ببعض العقائد الدينية، منا بفتكر بالمسيحية كمان، هيدي مشكلة كتير كبيرة، بيقدروا يطلبوا فيها الطلاق. البدو في أمريكا ما في أي سبب للطلاق إلا رائحة الفم. الميديسن مان وقت اللي شرحها تعجبت كيف قدر يشرح المرض من أبعاد أكثر من الجسد. ضلينا أسبوع نحضر كل يوم 6 ساعات شو هي رائحة الفم، وكان معنا ناس مسلمين وبيعرفوا بالدين كتير أحسن مني وأكثر، قالوا خذوا عطركم عند كل مسجد وشرحوها، وصاروا يحكوا مع بعضهم الميديسن مان والشيخ. ولكن من الناحية الجسدية local cause بالتم، بقدر لكم إنه هي منا من التم، منا من الفم، من الجسم، وخاصة من الأمعاء الدقيقة small intestine. بالsmall intestine بالأمعاء الدقيقة في شعيرات، هالشعيرات ما بقى تمتص، كأني عم بحط مي على الصحن على البلاط، ما بقى عم تمتص. أول علاج الصوم، منصوم، ما معناته بنقعد بلا أكل، بنترك كل الأكل يلي بنعرفه الجنك فود وبنقعد على سلطة، يوم سلطة نية قد ما فينا، مضغ بدون حامض بدون زيت، خضرة نية، جذور من تحت الأرض وورق أخضر. تاني يوم بناخد كل النهار قمح منبت مبرعم، إذا خضرة بقولية حنطة حب العصف. تالت يوم خضرة وقليل من البقوليات المنبتة عدس. رابع يوم بس خضرة. خامس يوم سوائل. سادس يوم لا شيء 24 ساعة. سابع يوم خضرة، ومنرجع منفوت شوي شوي على الأكل. وفي مدخل، هودي اللي قلتن بالنص، منخفف الأكل ومندخل على هالديتوكس ومنطلع بتخفيف أكل، وما منرجع منأكل الأكل الوسخ، الوجبات السريعة. هالنظافة بتجي من المصران الرفيع، ويومية حمامين صبح ومساء، ومنغير كل تيابنا، تيابنا الخارجية منحطها بالليل مساء برا، والصبح منلبسها، والتياب بالنهار كمان منحطها برا، خليها تتهوى بالشمس إلى أن تشوفوا من خلال أسبوع وأسبوع وأسبوع مدخل والصوم ومخرج، ما بقى في ريحة بكل إفرازات جسمنا. بس في تريتمنت، علاج بنعمله، مي وملح، مي وملح بس، ملح طبعا كامل، ملح بحر. قبل ما ننام من مخمض التم مي وملح، مخمضة وزلعي قرقرة، وما ترجعوا تنشفوا، أكيد بتقولوا عطشانين، معليش، مرتين ثلاثة بالأسبوع، ومرتين ثلاثة كمان مي وخبيزة، وبلعون الخبيزة. بوقت الديتوكس غلو خبيزة منيحة كتير، شوشة الدرة ومية الشعير، هالثلاثة كتير منيح موجودين بكل بلد. وإذا شفتوا إنه بهالديتوكس عنا ريحة عرق، لقيت إشي حلوة كتير بليبيا، مسكة وشبة، وعاملينا بتنباع عند العطارين مسكة وشبة. أنتوا إذا ما في غلو عطر، كلنا عنا غلو مي وحطوا العطر، شيلوا اشربوا العطرات والورق تبع العطر اللي كانوا بالميت عصروه ومسحي تحت القبط، وين بتحسوا في إفرازات؟ على الرقبة. وبعض من الناس وخاصة الرجال عم بتقولوا لي عندكم زيوان أسود حول الرقبة، ما تكبسون وما تروحوا لمطرح تشيلون، رح يطلعوا من عرنوس درة، تاكلوا ني إذا موسم الدرة عندكم، فركوا فيه كل الجسم بعرنوس الدرة، فركوا الجسم،
افركي وجهك، اذا بتشوفي شعرك عم بيزيد حطي من القمح المبرعم مضغيون على جنب، ما تبلعي مضغي مش بالمكنة بتمك، وشيليون وحطيون على الراس، تسحب كل الزيوت وبتقوي بصلات الراس. ريحة الفم أنا معكم، ما تحطوا علكة أبدا، إذا بدكم حبة الهيل أو كبش القرنفل كتير منيح، ما تمضغوا علكة، كتير الجسم بيتضيق من مضغة العلكة، بصير في إفرازات من الفالفز والجسم بيتعب، ومع الوقت بصير عندنا سكري وأمراض كتيرة. أكيد في أسئلة كتير بتجي حول الضعف الجنسي إن كان عند المرأة أو الرجل، رح أعمل حلقة خاصة عن هالموضوع، ولكن بقول لاثنين المرأة والرجل وقفوا العسل، العسل والجنسين الزلوع الفياجرا كل الأدوية أو المينز ما بعرف بالعربي الوسائل يلي فكركم بدكم تصيروا فيها قوية، بالعكس هيدا مثل البنزين، بتحطوا بنزين على الفحم على الحطوة تولع، وبعدين في شحتار. أفضل شي الصيام ونبلش ناكل قمح مبرعم. شوفوا القمحة بس تبرعم مثل السبرم مثل المني فيها طاقة، ووقفوا كل المواد الحيوانية وخاصة البيض والسمك، بيض السمك كل أنواع البيض، هيدا فيتس جنين ما تأكله أبدا. العسل في شفاء مش لكل الأمراض، انتبهوا يلي عنده سرطان بالدم في ياخد قليل قليل من العسل عند الصبح وأفضل ما ياخده، بس يلي عنده سرطان بالعظم بياخد عسل. بدنا ندرس أنثى وذكر، ومن كل شيء ذكر وأنثى، ومن أنفسكم ومما لا تعلمون. في واحد منكم بيسألني، أنا ما بعرف كثير بالدين والله أعلم، ولكن بحب الأنثى وذكر، بتقول ليش الإمام علي بيقول الماء على ثلاث دفعات نحن وقاعدين، مرة اثنين ثلاث. أنا درست بالNLP Neuro Linguistic Program، نكون بتاخد قبل ما نقعد بالفرشة أو الصبح حتى نقدر نتذكر الـ 24 ساعة، بتصير الميموار الميموري الذاكرة عنا قوية كتير. بس بيقول الماء على ثلاث دفعات إلى كتير كرامات وإلى كتير مقامات غير اللي قلته، ولكن اللبن في نفس واحد بيقول الإمام علي إذا بتاخده لبن. كمان درست من علم الأنثى والذكر، بنصير نفهمها وقت اللي بيكون اللبن ذكر والمي أنثى، الأنثى بدها وقت، الأنثى دايماً بتاخد وقتها لأنه طاقة انفلاشية عطر، الذكر ملح انقباض، اللبن انقباض. أول شيء ما بتحط كتير، بدك تحط قليل، ما فيك تاخد كبية، بدك تحط كمية قليلة وبس تشربها، ما تفوت نفس، ما تفوت هواء بكل المواد الحيوانية. لهالسبب نحن عم ناكل بنقول لأولادنا ما تحكي أنت وعم تاكل، ماما طبق تمك يا ماما أنت وعم تاكل، ما بنعرف ليش بنقول أدب، أكيد أدب المائدة، ولكن نحن وعم نحكي بفوت هوا، نحن عم نشرب بفوت هوا. أنت بتعرفي أنت عم بترضعي الطفل شو بصير إذا فات هوا؟ أنت بتتضايق وبصير عندك مغص، والحليب بيضايق الطفل بصير عنده مغص. لهالسبب الحلمة لازم تضل بتم الطفل وعم بهو يسحب، ما فيك تتسيري، إذا تسيرتي وحكيتي بفوت هوا وبفوت بالطفل، لأن أنت وياه واحد، ساعتها بيترك البيت وبصير يصرخ. انتبهوا It's a body language بين الأم وطفلة. هلأ الوقت كله إلك يا ماما، تطلعي فيه بعينيه وهو عم بيتطلع فيكي، eye to eye contact، العين مرآة المؤمن وسراج الجسد، وبتكوني أنت في دائرة بينك وبين الطفل، في دائرة بيني وبين المي، في دائرة بيني وبين اللبن. بس صير نعرف بين الأنثى والذكر، بنصير نفهم أكثر كيف بدنا نتعامل مش بس مع البشر،
مع الشجر مع كل الطبيعة. بتسألوني عن الحجامة. طبعا الحجامة والكي بعلمهم بالمدرسة عندي بالسماء بالسلام سنتر، ولكن انتبهوا الحجامة علم ما تحطه، ولازم يكون حدا يعرف، ما لازم حطها على فقرات ظهري، ما لازم حطها على خطوط كروس متصلب صليب ملتقى الخطوط، بتعرفوا بالخريطة وتعرفوا وين تحطوهم، وتتكونوا سيف حطوا على العضل. وإلا في طريقة تانية سهلة وكتير منيحة، هيدي الإيد بشكل الكف اسمها كوبينج، على ظهر البابا ولا الماما ولا التيتا. من الصوت بصير بعرف أنا عم بضرب الظهر وين. هالكوبينج نفسها مثلها ذات الفكرة. شخص غريب ما عنده حنية ما عنده ضمير ما عنده نفس، لو عنده العلم. الماما لمستها أحن، لمستك على زوجتك، لمستك على زوجك، على الأولاد، على الأحباب. الإيد ما تلبسوا كفوف، ما تحطوا عازل هون، الإيد لازم تكون. هيدا نوع الكابينج. فوتوا على الإنترنت وحطوا كابينج وبيفرجوكن يهون بالصور كيف فيكن. هلأ لما بتكوني بدك تعملي هالحجامة ما يكون ضفيرنا طوال ولا حاطين، كأنك عم بتصلي، لأنه النور بيروح بس نحط هون. والأفضل ما تكون كتير مروسة، إذا مروسين ضفيرنا يكونوا هيك مهذبين، إذا مروسة بتكون الطاقة أنثى، لازم تكون الطاقة ذكر حتى ترجع تلوي، الأنثى بتروح. علم واسع كتير الأنثى والذكر في الخمس حدود the five elements، مع الوقت بتصيروا تعرفوهم. بس تدرسوا الألف ب للغة تبع الجسد مثل عم ندرس ألف ب اللغة العربية، بتصيروا أنتوا تشوفوا وين في أنثى وذكر، بالأكل بالنفس كل شيء أنثى وذكر. وقت بتقولي رجل وامرأة، الرجل رجل والامرأة مر امرأة، ولكن في الرجل في كتير ذكر وقليل أنثى. أنا امرأة فيني كتير أنثى وقليل ذكر، مثل العلم الياباني. بس وقت منقول رجل ما عم نقول ذكر، عم نقول رجل قوام، مش ذكر قوام، رجل امرأة. سيدة نساء العالمين امرأة نساء. فإذا وقت اللي بدنا نحكي ذكر وأنثى بدنا نفهم شو الفرق، هي بكل خلية. فإذا الضربات اللي عم نضربهم الكابينج فيها شيل، بس رفعت إجري عن الأرض بس حطيتها في حركات بتعملوها بتسمعوا صوت. الجسد هو مثل البيانو سيمفوني، وين بتحطوا إيدكم في صوت. ما تعلوا تلفزيون ولا تحطوا حتى تلفزيون ولا موسيقى وقت اللي عم تعملوا مساج لأي جسم، وقت اللي عم بتدلكوا، وقت اللي عم تعملوا حجامة باليد. ننتبه حتى نسمع الصوت. كتار اللي عندهم هلأ وجع بالركب وهون، اعتبروا عم بعمل وضوء، هالكوع أو ما بدكم تعملوا وضوء، هيدا المفصل واثنين وثلاثة وأربعة هن the mother points، نقط الأم لكل المفاصل حتى الرقبة. هون بيجتمعوا سبع نقاط مهمة، والسبع نقاط نقطة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، نقطة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. هون هالعدد السبعة من كل العضلات وكل النقاط والكرامات والمقامات هون. فإذا من هون بدنا نحركها قد ما بنقدر لكل هون، مثل الوضوء. هيدا هو وضوء علمي. والركاب وإذا في وجع بيروح، وإذا ما راح جيبوا ورقة ملفوف كابج ملفوف
وحطوها. لازم تكون الورقة خضرة مش من قلب الملفوفة. إذا ما عندكم ملفوف سلق أو خس، إذا مش موجودين ما تحطوا ولا سبانخ ولا فليفلي، فيهم أوكسيليك أسيد. بتلاقوا الباقيين إذا ما لقيتوا خبايزة، أي شيء من الأرض يلي منه مزروع من الإنسان يعني بري، حطوه وحطوا قطن، مش قطن يعني قطن يلي من... لا تشيز كلوب، شقفة قطن هون شاشة، وبعدين ربطوها وناموا عليها. بتشيل وجع المفاصل، ولكن وجع المفاصل هو من الأكل. وحتى نعرف أول عدو لنا، هيدا كتاب من الكتب الممنوعة تجي للعالم العربي بس موجود بلندن، فيكن تجيبوه معكن، مش ممنوع على مطاراتنا أبدا، منفوت كتب. ولكن يلي منعوا هني شركات الفاست فود، وفي كتير عرب بالعالم العربي ما بيخلوا يفوت، لأنه هن مثل هيدا مؤامرة وتواطؤ مع هالناس حتى العربي يضلوا يأكل فاست فود. من هون بتعرفوا ليش طيب الفاست فود، شو عم بيحطوا منكهات. تتعجبوا إذا بتقروا ما بتفوتوا مطعم. ما بقى لنا ساء إلا فيك أنت الأم. أول عدو للمفاصل الدجاج. إذا بتشوفوا كيف عم بيربوا الدجاجات، أنا شفت مجني بيقولوا أو مزرعة الدجاج بالعالم العربي كأني بأمريكا، عم بينتفوا الدجاجة هي وحية مش بذبح. قال الله أحسن القتل وأحسن الذبح، لأنه هي وحية بسرعة بيقدروا ينتفوها، بس بتعمل إفرازات قوية بجسمها وبتضل بالفخذ ومناكلها. عدا عن أنه دي دي باكت، ما في إلهم باك، ما إلهم تم الدجاجة، بيقتشولها تمها حتى ما تنقض غيرها من الدجاجات ويمرضوا ويموتوا. بيقتشولهم تمهم على مكنة تك 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 بيقتشوا التم. فإذا الدجاج مش لأنه الدجاجة منا منيحة، لو عندك دجاجة بلدية صحتي، كله دجاج بلدي. إذا عندكم كله لبن ولبنة وجبنة وبيض وسمك واللي بدكم يا، إذا كان حلالا طيبة. انتبهوا لكلمة الحلال في الذبح، والطيب يعني يكون في طب لهالإنسان، وإلا منشيل كل المواد الحيوانية ومنعيش مثل ما عاشت البقرة والزرافة والنعامة والدجاجة. نحن ما عنا أنياب، عنا أربع أنياب، فإذا بدنا قليل مواد حيوانية حتى الحيوان بحب يأكله، مؤمن إن شاء الله نكون من المؤمنين. فإذا إذا ما لقينا هالحلال بلا ما نأكل. منين بناخد البروتين والبي 12؟ البي 12 موجود بالتراب، اليوم اكتشفوا البي 12 موجود بعشبة البحر، موجود بالشعير، وموجود بالقمح وبالذرة. حبة القمح كاملة الفراعنة حطوها بالأهرام، وبس تنبتت شافوا القوة اللي فيها. فإذا ما نعت الهم إذا أكلنا ناقص، منه ناقص الأكل طالما عم نشكر ومندعي ومنسمي ومنطبخ من قلبنا ومناكل مثل ما أكلوا أهلنا من 30 سنة في العالم العربي. من 30 سنة لليوم بنوع خاص من سنة 85 وقت عملوا الأنتيبيوتكس المضاد الحيوي، لليوم الأمراض عم بتزيد وبتنتشر، صرنا حكيين عنها وكلنا صرنا بنعرفها بلا ما نحكي. اطلعوا على الطرقة كيف زادت المطاعم والمستشفيات والأطباء والتجارة بالإنسان. أنا المسؤول، كل واحد منا يقول أنا السائل وأنا المسؤول. هذا جسدي لجسدك عليك حق، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع. وهيك كمان بالشرب، هيك كمان بالنوم عند الحاجة. فإذا الأمراض كلها اللي عم نواجهها مثل ما عم بيشوفوا اليوم أطباء العرب، وحتى بالمؤتمرات بتسألوني عن مؤتمر الطايف رح يتأخر بسبب 11 أيلول. بتعرفوا الأجانب فزعوا من هالحالة وصار مجيئهم إلى العالم العربي قليل، وطبعا عندهم الخوف. ما مننلام كلنا نخاف، ولكن مثل ما قال الإمام علي إذا خفتم من شيء فادخلوا فيه. لازم face your fear anyway، خلي الخوف يوعيني. الحادثة اللي صارت بنيويورك عم بتصير دايما في كل العالم وعند كل المظلومين.
بس بدها تصير بالبرجين تقدروا تشوفوها هالضميرين وهالعينتين، ضمير الشرق والغرب. فإذا طايف المؤتمر ما التغى ولكن تأجل، بس أطباء العرب موجودين في كل الأمة العربية، وأول طبيب وآخر طبيب نفسك. You are your own doctor. كل إنسان هو طبيب نفسه، ومنسأل الأطباء اللي عنده علم وعنده ضمير إذا اضطرينا، وأكيد كلنا منتعاون مع بعضنا. سؤال كتير بيتوجه دايماً، نقدر يكون عندنا وقت ونذكره، constipation الإمساك، هو أول سبب وآخر سبب للأمراض المستعصية. طبعاً مثل ما بنقول الصيام أول خطوة والمضغ، ولكن كيف نحن بدنا نمشي بجسم حاملين فيه مجارير؟ تصوروا في بلبنان عندنا جبل اسمه جبل الزبالة، هون حد المدينة، هيدا جبل الزبالة حاملين قدو بجسمنا. راجعوا برنارد جنسن وبتشوفوا شو بيقعد بالجسم، عمري 70 من حوالي 60 سنة في أوساخ قاعدة بالجسم، خاصة في الأمعاء الغليظة على القرانة. الأكل وحده ما بيكفي، لازم نمشي، لازم نعمل رياضة بالبيت، شغل البيت، ولازم هالحركات اللي بنعملها تنمسح الإزاز بتحرك الرئة والمصران الغليظ. ما في لزوم نروح على الأندية ولا نتعاطى المكنات الكهرباء، ماشي شوية شغل بالبيت، ولكن أهم شيء نمتنع عن كل المأكولات يلي عملت الإمساك. الرز الأبيض، المعكرونة، الخبز، المقلي، كل أنواع المقالي، كل أنواع المواد الحيوانية. وقت اللي بنرجع إلى الأكل الصحي الطبيعي كل الجسم بيشفى. عم تسألوني عن الكولونيكس أو يلي بنجيبها على البيت، الحقنة للمعدة كلها مش بس باب البدن. ما في لزوم إذا بناكل أكل صحي. هالأكل الصحي مثل الميكنسي. بتذكر أخبركن عن حالي أنا عشتها. أول ما ابتديت عشت بفرنسا ميزون دو لامير عند مدام ريفيير 23 يوم ما فت على الحمام، وما كنت حس إني تعبانة وما في رياضة. هي المسؤولة فرانسواز ريفيير كانت بالصيام وصمت وخلوة، كانت تعرف شو عم بيصير كأنه معنا، حتى عرفت إنه أنا أبوي أرمني ومن وين، كتبت لي شعر بالأرمني لأرارات. في ناس عندها كرامات والصيام بقوي الكرامات، فرانسواز ريفيير بعدها عايشة وعندها كتير كرامات، ولكن هلأ عايشة بنسك بزهد بخلوة ما بتقابل حدا، عمرها تقريب 102. 23 يوم بس طلعت من الصمت، ما كان فيها تحكي، كان إلى 40 يوم ما بتحكي. كتبت لي على الورقة إذا بدك بنزلوكي على مطرح دافي، وحست شبني، وأنا كتبت لها أنه مني تعبانة وكنت عم بنحف وبضعف وعندي طاقة وهيك، بس وين عم بيروحوا بحب أعرف. 23 يوم 4 مرات عم ناكل. بعدين 10 أيام صارت تحكي وحكيت أسرار بالإنسان. وكنت مشكلتي أنا الإمساك الكونستيبيشن من أنا عمري 14 سنة باخد حبوب حتى ضل معدي ماشي، تضل كون ضعيفة، ويا ريت كنت ضعيفة، عمري ما كنت ضعيفة ولا نظيفة. في أجساد مليانة، لازم يبقى الجسد مثل ما العظم بيقرر، عظم الجسم هو اللي بيقرر، ما لازم نكون سكيني تويجي مثل ما بتشوفوا عارضات الأزياء، معظمهم بينتحروا أو منتم أو. فإذا قصة الإمساك ما بدنا ناخد كولونيكس إلا عند الضرورة بيقرر الطبيب، لأنه وقت اللي بنعمل حقنة بيروح شيء اسمه أسيدوفيلس، بدنا نعوضه بأسيدوفيلس يكون من النبات مش من مواد حيوانية. هالمادة الطبيب بيعطيها، بيعطيكم إياها تشربوها أو أنتوا فيكم تاخدوها، لأن لازم نكب الوسخ يلي بالمغطس، بس ما نرمي الطفل والمي. الحقنة بترمي الطفل والمي، بينما الأكل الصحي بيشيل بس المي من المغطس مش الطفل. فإذا نحن لازم نعرف شو نعمل بهالجسم. قبل ما ينتهي الوقت رح أقول لكم
كلمة حلوة كتير اجت بالبريد، قال في واحد مرة كان عم يحلم ويشوف أربع إجرين على الأرض، دعستين له ودعستين. قال لمين هالدعستين؟ قال له الله هودي أنا بس كون ماشي حدك. يا الله قديشك حنون كيف ماشي حدك، بس ليش في دعستين وقت كنت أنا زعلان وفي أربع دعسات بس كنت أنا فرحان؟ ليش تركتني بس كنت أنا زعلان؟ قال له أنا ما تركتك بس كنت زعلان، وقت ما بتلاقي إلا دعستين بالأرض ساعتها بكون أنا حاملك، وما في غير الله يحملنا. إن شاء الله نقدر نحن نعاون بعضنا البعض، والحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. بشكركم ونلتقى بكرة، مع السلامة.